بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. مع نهايه السنه الثانويه العامه لازم تشكر الناس اللي وقفت معاك طول السنه. الناس دي مش لازم يكونوا مدرسين، ركز معايا. انا يعني مثلا دايما كان في صاحب مثلا بيساعدك، بيحجز لك الدروس، مش عارف بيسجل لك المحاضره، مش عارف بيعمل لك ايه، بيديك حاجات تذاكرها، بيساعدك، بيشد من ازرك كل شويه كده وبيدعمك، لازم تروح تشكره. والدك مثلا، والدتك، اخوك الكبير، حد من قرايبك كان بيساعدك. في مدرسين مثلا كانوا كويسين جدا على قدر من الكفاءه وقدر من العلم والاخلاق، كانوا بيساعدوك ويدعموك على طول. الناس دي لازم تقول لهم شكرا، دي لازم تقول لهم شكرا. رقم واحد يعني اعتراف بالجميل، لازم تعترف بالجميل، ده رقم واحد. رقم اتنين، ودي النقطه المهمه، الشخص الكويس دايما هو مش مستني يعني حد يقول له شكرا، لكن لما انت تقول له شكرا كده انت بتعرفه ان هو ماشي صح. يعني مثلا دلوقتي انا كمحمد، انا عملت حاجه مثلا حلوه لحد، انا مش مستنيه يقول لي يعني شكرا، بس لو هو قال لي شكرا كده هو بيدعمني كده، بيقول لي كمل انت صح. فانا بقول لما اجي انام بالليل مثلا وافتكر كده، يعني انا غيرت حياه انسان، هل انا كنت سبب ان انا اخلي واحد يتبسط؟ فساعتها انا احس بايه؟ احس بالرضا عن نفسي، اقول لا انا لازم اكمل، لازم اساعد الناس اكتر، لازم انفع الناس اكتر. فممكن حياتي انا بقى ابدا اساعد ناس اكتر، وابدا مثلا انفع ناس كتير، وكل ده بفضل الله ثم بفضل كلمه شكر انت قلتها لي. فما تستهونش ابدا بفعل الخير، وما تستهونش ابدا بكلمه واحده صغيره شكر لناس وقفت معاك. دايما متعودين ننتقد الناس ونشتم الناس ونزعق، لكن قليل قوي مننا اللي يشكر حد. والرسول عليه الصلاه والسلام علمنا من لم يشكر الناس لا يشكر الله، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الحديث، لو انت ما شكرتش الناس انت كده ما شكرتش ربنا سبحانه وتعالى. فما تنساش تشكر الناس، خصوصا فتره الثانويه العامه، فتره الامتحانات، في ناس كتير وقفت معاك، ما تنساش تقول لهم شكرا وبس كده. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام.